عندي انا خرجت براءة نبيع ونعاون بهم الناس، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا يملك دينارا واحدا. سيدنا الله ينصرو خدام داخلية خدامة خدام قضيه المخابرات خدامة ما شاء الله، حتى حنايا نكونوا في جنبنا في جنب الحكومة ونزيدوا بلادنا قدام. وهذه تجربة، والانسان اللي تيكون مناضل ووطني وما دوش الحبس ما تيسماش وطني. جات في عيد وطني، هذه هبه ربانيه. يوسف الشوالي، تنشكر المغاربه اللي وقفوا معايا كاملين، والقنوات والاعمال. ضروري جوج حوايج، محسنين دياولي بغاوني في الخير وبغاوني في الوطن. يوسف هذا هو الشوالي. يوسف تنشكر الامن الوطني اللي في الصراحه الله حكم معايا 20 يوم الشرطه القضائيه. يوسف الزرواني صافي القهوه كنتو اليوم ما تيبغيشتو مني حتى شي حاجه. انا بغيت تقول لي يوسف حنا القهوه انت خونا، وحقوا معايا باداب وباخلاق عند قاضي تحقيق شهرين وتحقق معايا. ما هني ما جرحني، ولكن كل احترام وتقدير للسيد الرئيس الجلسه. تصفيقه حاره على انا تنطلب النبوي يشدوا لي حقي. هاد الناس اللي قالك فيديو اباحي شوهتني امام مرتي وعائلتي، هاد عيسى في خميسات واخا انا في الحبس. شوف انا في الحبس، ولكن النيابه العامه ديال الخميسات تبعات المسطره. فهذا سيدي الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، وحنا راه عندنا ملك ديالنا الله ينصره والله يشافي لينا. راه تنبغي ام عائشه كرم الله وقال اتهموها بالزينه. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر مجنون. شوف راه الخير اللي تيقول الخير راه ساهل يديرو، اللي تيقول الخير صعيب. والله سبحانه وتعالى ابتلاني وانا فرحان، انا فرحان بهذا الابتلاء اللي ابتلى الله اللي تيحبني. يوسف اول حاجه هنيئا لكم، مبروك عليك، هنيئا لكم، مبروك عليكم، والحمد لله. شفتي والحمد لله جميع الصحافه كلهم الحمد لله على سلامتك، لانه السجن ما كنبغيوه حتى شي واحد. هنايا شنو الشعور ديالك يوسف؟ شنو الشعور ديالك اول حاجه سالتي لي اول حاجه وشنو الشعور ديالك اللحظه الاولى اللي تم النطق انك غتكون متابع في حاله اعتقال، وانت كتشوف راسك انك كان من المستبعد انك تكون معتقل بحكم انك ماشي حسب يعني التصريح ديال الاسره ديالك وديالك انك كتشوف راسك ماشي مجرم انت وطني. شنو هو رد الاحساس ديالك ديك اللحظه؟ القرار ديال قضيه التحقيق عجبني، لانه خصو شي حبس. كان قرار في المستوى، كون ما اعتقلنيش قضيه التحقيق هما ديك اللي سبوا لي والدي 4 سنين وجايين غادي نخرجوا برا غادي نديروا شي حاجه. ما يمكنش واحد انسان تيقول لك مرض الزروي تخرج من البار. الانسان اللي ما ماتش على شرفه وعلى بلاده راه ماشي راجل. قرار ديال السيد الرئيس التحقيق كان في المستوى، الزروالي خصو يتعتقل هو ذوك الناس. باش شكون مراد الزروالي؟ واش بان شي واحد قالك عطيتو الفلوس وداها لي خوتي؟ لا 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 شنو الاحساس ديالك يعني بعد ما تحكمتي انك بتهمة التشهير ما كانش تهمة ديال النصب والاحتيال، شنو الاحساس ديالك؟ انا شوف بالنسبه للنصب والاحتيال وهي الامانه، كنت عارف راسي بريء من قبل ما نمشي كاع. الحمد لله كلنا. لحقاش شوف قالك ما تديرش ما تخافش، لان الله سبحانه وتعالى حاشا باش يحشم واحد انسان اللي تيجري في الخير. الله تيبتلي العباد ديالو، ولكن ما تينتقمش واحد انسان تيدير الخير. كان عندي ثقه كبيره في هيئه القضاء مدينه مكناس بان غادي نخرج براءه في كل شيء، ولكن لا، هو حكم عليا بسبع شهور. الراي ديال الرئيس يحترم. كيما دابا كيفاش دوز يوسف الزروالي يوتيوبر الشهير، كيفاش دوز الفتره السجنيه، كيفاش تعامل معك السجناء، كيفاش تعاملوا معك الموظفين؟ موظفين اي واحد في الحبس راه مجرم. كاينين ناس اصدقاء ديالي هنتوحشهم. لا بكيش على الاصدقاء ديالي اللي دخلت في الحبس. راه ماشي اي واحد دخل الحبس راه مجرم. كاين مساكين اللي قدر عليه الله، كاين اللي انسان طيب الله يطلق سراحهم. يا ريت كون يخرجوا معايا، ولكن الغالب الله سبحانه وتعالى. كيفاش كان التعامل الموظفين؟ كيفاش كان التعامل الموظفين؟
داخل معاكم جوج بحكم انك يوتيوبر شهير. لا عمر هذا كاين شي موضوع انا ساخر فيه. لا انا مش واحد اعطيونا اخونا يوسف شي شويه تاع هنا مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا الان على المباشر يوتيوب يوسف عطروالي اي حريه نفسك انا الحريه المحامين ديالي كانت عندي ثقه كبيره فيهم وان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو قناه يوسف زروير الرسميه على اليوتيوب اللي غادي نشرح فيها السبع شهور كما يدوز. ولكن انا تنفتخر بالمحامين ديالي وتنفتخر بهيئة القضاء ديال القنيطره السي حاليم ومدينه مكناس المحامين ومدينه الدار البيضاء اللي المحامي ديالي نعيم العظام والنوري الاستاذ حاليم المهم المحامين كاملين غادي نجبدوهم كاملين الله يعطيك السر عاين صرفها هذا سيادنا الله يرحم الوالدين واشي فاتحه من عيسى والله يستركم واشي فاتحه من عيسى واخوتي انا اللي كنساندوها اخوتي كمان كلنا يلا على سلامته الله يرحم الوالدين الله يشفي الناس سيدنا والله يخلي لنا بركه وتنشكر حنان العمراني مسكينه حنا كجمعيه ملكيه المغرب في اوروبا حنا كجمعيه ملكيه المغرب ما تنديروش تنديروا وقفات في اوروبا وهذه رساله ديال بوريزاريو عندكم الزرقيتوني في الحبس في اللحظه اللي نتوما خسروا عليك وكنتي اللحظه اللي كان اعتراف يعني اللحظه اللي قواتنا المسلحه الملكيه انتصرت معبر قرقرات لو كنتي شنو كنتي غادي ديروا كذلك الاعتراف الامريكي انا تنطلب سيدنا وتنطلب الناس المسؤولين جينا راه يحطوني في الصفوف الاولى نموت على بلادي والله امنيه ديالي نموت ندير الخير ولا نموت ندافع على بلادي رغم انك قضيت هذه العقوبه السجنيه باقي روح المواطن انا في قلبك باقي على مالك على قلبك وجدودنا اللي ماتوا في الصحراء وتقاتلوا هذا راه عزتني قوه حق قوه الله انا اللي سيفتني الحبس نشكرو غادي نشوفوا في معبر قرقرات تنشكر اصدقاء ديالي داروا وقفه في باريس وتنشكر الجمعيه اللي دارت في فالنسيا اللي هزت
هزوا الرايه ضد البوليزاريو ولا ما كان لكم بيننا ايها الفاشلين والحرب المغربيه. يا محمد البشير خراج عينيا طابت الجنة وفاحت للصلاة على محمد طابت الجنة وفاحت للصلاة على محمد نحن نحيا هكذا تم استقبال يوسف عبد الله لمشاهدي قناة الشوك تي في بحضور المحامي نبيل النوري والأسرة ديالو والأصدقاء ديالو والأم والأب ديالو وكل محبي يوسف أزر وليد وكل مناسب يوسف أزر وليد شكا ملي كنتي انت اللي بقيتي فيا والحمد لله انا فرحانه عليك وشوف الاحساس ديالك ملي خرج ولدك فرحانه عندنا راه النار كبير عندنا ملي خرج يوسف الله يكثر خير يلا تبارك الله عليك سير عندنا فرحانه بالجمال الحمد لله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في وحنا باقيين معكم من امام سلي الجنه المحلي تلال غادي ناخذوا كلمه من طرف محامي يوسف أزر ولي شنو الاحساس ديالكم والموكل ديالكم دابا الان حر طليق شنو اللي خلاكم تجيو عندو حتى للسجن يعني هضره منذ البدايه لكم هذا صديق وليس بموكل كما قلت لكم شحال ديال الاخت فاطمه الزهراء لكن شوفي بان الاجواء دابا حاليا واحد الفرحه تصغرني الله عالم هو اللي حاس بها اليوم تتأكدوا بأن بالفعل يوسف راه هو وطني علاش بأنه عانق الحرية ديالو في يوم ديال الفرحة ديال كافة المغاربة صحيح وبالتالي هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن يوسف الزروالي هو وطني حتى النخاع. اليوم فرحة ماشي فقط ديالي وإن فرحة ديال كافة المغاربة سواء لا سيما الأنصار ديالو من طنجة إلى الكويرة فكاملين فرحانين بالاعتناق للحرية وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وبالعكس كما شفتوا بأن إذا كان يوسف الزروالي عدو الأنصار بالمئات اليوم أضحت الأنصار بالآلاف فرب ابتلاء تكون فيه واحد النعمة والحمد لله هو صبر على الابتلاء ديالو أخرج وما زالت يردد الشعار الوطني وما زالت يأكد بأنه عنده حب أكثر وأكثر وأكثر لا الملك ديالنا ولا الوطن ولا الكافة المغاربة سواء فهو كما قلت وطني وهذا الناس اللي قاموا بالتزوير شنو تاخذ في حقهم الناس اللي داروا التزوير شي هذا الشيء دابا حاليا ما كاينش تناقشي حنايا في واحد الفرحة دابا تحاول تبان كتشوش عليا بأن ندخلوا في شي موضوع واحد آخر خليونا في الفرحة ديالنا. شكرا لك أستاذ النوري محامي يوسف أزر ولي اللي جا حتى هو كذلك الدور ديالو أمام السجن المحلي تلال بالعاصمة الإسماعيلية باش يتلاقى الموكل ديالو اللي هو أولا قبل كل شيء فهو صديق ديالي يعني شوفوا معايا ماشي مشكل اللي هو الصديق ديالو خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في غادي نتبعوهم عبر المباشر اللي غادي الآن غادي تكون احتفالات في منزل يوسف الزروالي اللي إلى حدود الساعة لا زال يؤكد على وطنيته وكيقول لو أنه مسكينة هذه غادي نديك معايا انا وسطك الطوموبيل ما كاينش شي شيء انا نصك انت معايا وشو الاحساس ديالك انت دائما كتشوف فرح 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 احنا فرحانين
اللي بغى يعاونها راه البرد وحنا يدينا برد وهزين غير التليفون فما بالك على انها كاسك ها الطوموبيل صافي الدواء ما نعرف الدواء شاسك إذن مشاهدي قناة شوف تي في اللي معايا رفقة الفوق احنا باقيين معكم تحية بعد الأخت شوف تي في شكرا لكم جزيل الشكر للقناة ديالكم المتواضعة اللي كان ديما سهرة في هذا الميف الأخ الزروالي والحمد لله اليوم تنتواجدوا أمام السجن المحلي ديال سلال بمدينة مكناس الحمد لله يوسف خرج بصحة جيدة والحمد لله مازال عنده قدرة قوية من أجل الوساطة في الإحسان العمومي وكذلك من أجل إنصار الفقراء والمساكين في الدولة العظيمة وتحية مرة ثانية للأخت شوف تي في على الالتماسة والالتفاتة ديالك الحمد لله لكل خطوة في ميف يوسف الزروالي شكرا لك كنت في جميع ميفات يعني الطريق ربما جيتي من فاس من إفران بيت إفران شكرا الأخت بارك الله فيك وتحية ميدالية للأمن الوطني بمدينة مكناس وبالخصوص سيد ولي الأمن التعليمات الجبارة اللي عطانا جميع الشرطيين من إجلاء الإنصار لهذا شكرا اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا انه كاين عدد كبير ديال السيارات اللي جاوا باش يازروا اولا باش يتلاقاو يوسف الزروالي فهاد الاثناء ماشي دير شي فيديو شنو الاحساس ديالكم بعد ما خرجتي من التجربه ديالي صحيحه بارك الله فيكم لكن الحمد لله تلقنا ربي السراح اللهم لك الحمد خرج براء الحمد لله ما حشمناش الله سبحانه وتعالى نتلاقاو بالدار ديال يوسف الزروالي اجي إذا المشاهدي قناة شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا هذه بين قوسين من المعاناة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة كنشوفوا أن السيدة اللي جات آزر يوسف الزروالي ما لقاش لي وصلها تجيبها غير تنزلوها معاكم أنت السيدة اللي معاقة لا راها تما هي جاية يعني السيدة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي جات آزر جات تلقى يوسف الزروالي من فرحة عليها ما لقاتش فاش تمشي راح نحاول نعاودوا أننا نشوفوا لها وسيلة فين غتمشي يعني هذا بين قوسين المعاناة ديال ذوي الاحتياجات في المغرب اللي كانت منه أنها تقول لهم واحد التفاتة خلاتي ماشي احنا ماشي عاونا عاف من تطرف الله اسميتك اذا خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في عبر المباشر ايه كديري هادي طمطوية صافي سلبي عاوني عافك دغيا خليكم معنا عاوني ما عجبك الروسة اصل دار يوسف وشت معاه اذا هنايا هذه بين قوسين مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوهم بعد ما انا وخرج يوسف الزروالي هذا السيده من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما لقاتش وسيله نقل فاش غادي تجي فكنتمنوا انها لا سيدي هذا غادي ها هو عندها نتمنوا انها تكون التفاته في حق ذوي الاحتياجات الخاصه فحبنا اننا نرصد لكم المعاناه ديالهم بين قوسين اذا خليكم معنا غادي نمشيو الان لمنزل يوسف الزروالي لا شوفي اختي كنديروا طويله معنا الدري اللي قال لي سيري غنغدي ولي السيده داوي حتى خاصه السيد يطلع معايا نكملوا الطريق دابا دغيا زين بسرعه اختي خليك اذا مشاهدي قناه شوف تي في خليكم معنا غادي نتابعوا الان يعني غادي نتبعوا نمشيو للمنزل ديال يوسف الزروالي تقرب اختي صافي طق الله شنو الاحساس ديالك شنو الاحساس ديالك من بعد ما انتينا من مناصرين يوسف الزروالي وجيتي رغم انه كاين صعوبه في مسالك يعني باش انك تقول من الاخر ما كيتنسى بنيتي اها شنو من الاخر ما كيتنسى ما لقيتش الطاكسي ما كنت غنجيب كري وما لقيتش الطاكسي اللي تجيبني عاد هبط للهدي مع من الهدي جابوني لهنايا ودابا يعني لقيتي صعوبه باش انك تشدي الطاكسي رغم ذلك كتجي شنو اللي كيخليك انك تجي وانك تغامري بنفسك مزيان وكيدير الخير وكل
شيء، كيدير الخير وكل شيء. ديك النهار عاد لقاني انا وجاب لي كريطه ديال الضو ومسكين ودور معايا. كملي كملي. وعطاني الفلوس باش نكون في ديك كورونا باش ندير نشري المواد الغذائيه وشريتها وعطاني مسكين باش خلصت الضو وكل شيء. دابا الضو حاليا مشهر 6 ما مخلصاه. معنا كملي كملي الحديث ديالك وحنايا غادي نشدو الان طريق للدار ديال يوسف زروالي اللي غادي تكون فيها احتفالات الان. يعني اكبر فرحه هي اليوم. انت براسك خليك معنا، انت براسك يعني قلتي لي انه كنقدم لك مساعده اللي هي كروسه ولكن ما كتبش انه يكمل لك ربما الحجر ديالها ياك لا والباتري ديالها وكان تعتقل كملك الله يخليك. فهنايا اليوم يعني حنا كنشوفوا كاين البرد بزاف وكيف ما قلتي انه ما كاينش يعني مسالك طرقيه، يعني البرد بزاف وما كاينش يعني وسائل نقل عفوا باش انك غتجي. رغم ذلك درتي مجهودات وجيتي حبا في يوسف الزروالي. هنا كنا كنسمعوا انكم كتشدوا الفلوس، واش بصح الهضره هذه؟ ما كاين غير الله، ما كنشدوا فلوس، ما كيعطيونا فلوس، ما كاين بنيتي غير الله في حب في الله. هذاك اللي قالها خطيه شتي قد ما كيدير الخير تيدخل في قلب بنادم. يعني ما كانت لا فلوس لا حتى شي حاجه. ما كانتش بنيتي ونحلف عليها في الصحاب. ما كاين حتى حاجه. ما كاينش بنيتي من هذا الشيء كامل. ما كاينش حنا واقفين. شتي النهار هو تتقول لي الليل كامل ما نعساش تبقى تفايقه حتى الصبح. يعني هادشي كله من الفرحه. ما نستناش انا اي نهار، النهار اللي تكون المحكمه ولا يكون هذا. انا ما كون كنصيف ما كنتش غنبات في. يعني انا كنشوفوا حنايا عبر المباشر غير باش نهز التليفون كاينه واحد انخفاض في درجه الحراره اللي الصبعان ديالنا ما كانش قد تلقاو هز التليفون. يعني الصبعان كما كنقولوا ما بقيتش كنحس بهم، فما بالك انك انت عندك كروسه وكتدفعيها بيدك والبرد. لا حتى دابا ما كنقدرش نسرحهم. هانتي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تنشكرك فاطمة زهرة، أنت ما شاء الله عليك، أنت من ملك الله يرضي عليها. ربي يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يرضي عليها ويسهل عليها. الله يسهل عليك، هذا واجب. أنت دايرة أكثر من مجهود. الله يسهل عليك، هذا واجب. والله العظيم بنتي رحنا تنشوفوا كل شيء بعين أختي موبيل الله، من 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 الفجر وأنا في الهديم. الفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم إلا من الفجر وأنا في الهديم. ما عرفتش نجي نجي للدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هنا كنشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي، رغم كاين يعني رغم أن كاين العناء، رغم كاين مشاكل، كاين عراقيل، فحسب التصريح ديالهم الإنسان اللي كيدير فيك الخير خصك ترجع ليه الخير ديالو، رغم يعني أنك غادي يكلفك الكثير والكثير. هنا كنشوفوا أن السيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما قدرتش اللي تخلى على اختي. حنا جايين قطعي قطعي، حنا جايين صافي. يعني سيده مشاهدي قناه شوف تيفي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما قدراتش انها تبقى في المنزل ديالها، بغات تجي وتلاقى يوسف امام السجن المحلي تلال جوج اللي كنا فيه قبل قليل. وكيف ما شفنا على المباشر اللحظه اللي خرج فيها يوسف الزروالي كانت فرحه وهستيريا من طرف اسره يوسف الزروالي والاصدقاء ديالو والمناصرين ديالو والمحبين ديالو، وكذلك حتى كيف ما بين قوسين حتى الناس اللي عندهم معاهم الخصام او الاعداء ديالو غادي، لان غادي يكونوا على الاقل غادي يكونوا فرحوا ليه، لان السجن ما نبغيوه حتى شي واحد. السجن خايب وخايب بزاف، ما تبغيش العدو كيف ما كنقولوا. رغم اننا رغم ان كتكون يعني خلافات، رغم كيكون كل اي حاجه كتكون، الا السجن صعيب وصعيب بزاف. على كل حال مشاهدي قناه شوف تيفي وانتم معنا الان على المباشر، غنسدين الطريق لان احنا شفنا يعني شفنا السيارات اللي نقلات أسرة يوسف الزروالي وكذلك المحبين ديالو في انتظار أننا نوصلوا للمنزل ديالو. هنايا يا طريق تما ياك. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نقول لكم انتظرونا بعد قليل أمام منزل يوسف أو في قلب منزل يوسف الزروالي.